اهلا بكل متابعينا في حلقه جديده من كورس الميديا سيستمز الخاص بالبيك 16 اف 870 اي توتوريال. ان شاء الله النهارده هناخد بعض الابلكيشن على 7 سيجمنت. هناخد 7 سيجمنت واحده طبعا النهارده، وازاي اخليها تعد من 0 ل 9 باستخدام الديكودر وبدون استخدام الديكودر. تعالوا مع بعض كده نبدا. خدنا احنا قبل كده في حاله الكومان كاسوت 7 سيجمنت، ان ال 7 سيجمنت الديفولت بتاعها عباره عن 10 بن. طبعا قلنا البن اللي هنا واللي هنا بيبقى مين كومن انترنالي كده كونكتد، الطرف اللي فوق واللي تحت الاثنين هوصلهم بالجراوند. لو انت شغال على الكومن كاسود، لو شغال على الكومن انود هتوصلهم بخمسة فولت. طيب الترتيب هتبقى هنا A وB بعد كده C D E F G. قلنا الA هنا اللي هو بن رقم 7، البي 6، بعد كده دي الديسيمال بوينت اللي هنا 5، بعد كده السي 4، و البن رقم 2 اللي هي دي 1 الاي، وال10 اف وال9 جي. طيب اتفقنا ان هيبقى هنا هوصل على الاثنين دول 0 فولت او ارضي، ولو هوصل على البن رقم 7 مثلا 5 فولت يبقى الليد اي دي هتنور. طيب زي ما انتم شفتوا كده في البروتس اهو موصل 7 سيجمنت، وهوصل دي ادي الاي لغايه الجي، كل واحده عليها مقاومه 330، هوصل ايه بال5 فولت. منساش الكوماند ده هوصله بالارض. هنلقى اول ليد نورت الخاص بالاي، لان الاي انا مفعلها حاطط عليها 5 فولت. لو رحت انا برضو هوصل على مثلا على البن دي، البن دي رقم 4 اللي هي خاصه بالليد بتاعت السي اللي هي الليد اللي هنا دي، هنلاقيها عملت اون. تعالى البروتوس كده عند السي اللي هنا دي اي بي سي، هوصل 5 فولت وبالتالي هنلقى السي نورت. اول برنامج معانا ان انا عايز ال 7 سيجمنت تعدي من 0 ل 9 اوتوماتيك، طبعا وزود مين ديكودر توصيل مباشر. طبعا احنا هنتعلم بعض التوصيلات الاساسيه وبعض البرمجه الاساسيه في ال 7 سيجمنت. اول حاجه عشان تتعامل ازاي تتعلم ازاي تتعامل معاها، ورقم 2 تتعلم برمجه. اتفقنا ال 7 سيجمنت تتوصل مباشر مع البيك بتاعتنا، طبعا كل طرف بيتوصل بمقاومه 330. ما انساش الاي رقم اي اللي فوق دي هتتوصل ببي 0، البي اللي هنا هتتوصل ببي 1، يعني ابدا بورت بي من بي 0 كده، او ابدا بورت سي من سي 0، الدي يبقى من دي 0، وهكذا لازم بالترتيب عشان اتعامل مع الريجستر كامله. طبعا ايه انا عايز 7 سيجمنت تعدي من 0 لكام؟ 9. دي اشكال اللي هي ازاي نخليها تعدي من 0 ل 9، يبقى ايه اللي ديت اللي انا محتاج انورها؟ زي ما انتم شايفين كده بتتغير معايا من 0 لمين؟ ل 9 هنا. اول حاجه تعال نشوف الجدول بتاعنا اللي هنكونه. احنا عايز 7 سيجمنت تعدي من 0 ل 9. طيب وليكن انا عايزها تعد زيرو، زيرو يبقى هنور مين؟ هنور كل الليدات دي ما عدا الليد اللي في النص، يبقى هنور الاي والبي والسي والدي، الاي هنا والاف، الجي مش هنورها، يبقى هنور كل الليدات اللي بره ما عدا الجي. وفعلا عشان انا شغال على الكومن كاسود يبقى الليدات دي كلها هتنور، يبقى كلها هحط عليها وحايد في البرنامج، والجي عندي زيرو تبقى مين؟ طافي. القيمه دي لو انا حطيت ال A على B 0، ال B على B 1، ال C على B 2، يعني بالترتيب كده حطيتهم على بورت B، وبالتالي القيمة مباشرة اللي أنا هطلعها هنا دي اللي هي 0x3f اللي بتكافئ القيمة اللي هتحتاجها 7 سيجمنت عشان تنور 0، هحطها مباشرة على بورت B. يبقى أنا هتعامل مع بورت B في البرنامج مباشرة، يبقى أوصل ال A مع B 0، ال B مع B 1، ال C مع C مع B 2، ال D مع B 3 وهكذا. وبالتالي اقول له بورت بي بيساوي 0x3f، هيطلع لي على 7 سيجمنت 0. طيب لو انا عايز انور 3 يبقى اعمل ايه؟ يبقى انور كله ما عدا مين؟ ما عدا الاي والاف. يبقى ادي الاي، الاي احط 0 والاف احط 0 والباقي احط ايه؟ وحايد. القيمه دي حولتها بالهكسه طلعت 0x4f. يبقى اروح اقول له بورت بي بيساوي 0x4f ينور على 7 سيجمنت 3. يبقى ادي القيم اللي بتكافئ 3، ومباشرة يبقى الديجيت اللي انا عايز اطلعه اللي هو 3 هيطلع قيمته 0x4f على بورت مين؟ على بورت بي. طبعا الجدول ده انا كونناه اهو، هاخده واحطه في البرنامج، القيم دي هحطها في البرنامج واطلعها على بورت بي مباشرة. تعال كده نروح مع بعض في البرنامج. هستخدم متغير، المتغير ده قيمته من 0 ل 9، يبقى اقول له كاونتر يساوي مين؟ 0. طبعا نوع كاركتر عشان كاركتر بياخد من 0 255. هعمل ماتريكس بالقيم الجدول اللي احنا طلعناها اللي هي 0x3f اللي بتكافئ 0 عندي، وهكذا لغايه التسعه، التسعه بتكافئ 0x6f. هي الجدول ده
ادي 9 بتكافئ 0 اكس تاف. طبعا هحطها في ماتريكس، الماتريكس دي هسميها سيجمنت قوسين مصفوفه فاضيين. المفروض احط العدد هنا، طبعا بسيبها فاضيه عشان هو البرنامج هيختار العدد اوتوماتيك. نوع كل عنصر فيها عباره عن كاركتر، لان الماكسيمم بتاعي هنا هيبقى ايه 0 اكس اف اف، ده الماكسيمم يعني ما فيش ازيد من كده. فنوع كاركتر هروح في الفويد مين، فويد مين هفتح القوسين بتوعي، ادي القوس بتاع الفويد مين وادي قفله القوس بتاعي. هعمل ايه؟ اول حاجه هقول له ادكون 1 بيساوي 0 اكس 0 7 او ادكون 1 0 اكس 0 6، الاثنين بيساوي بعض، ان انا بخلي بورت اي وبورت اي ديجيتال لو انا هحتاج البنات بتاعته. لو هحتاج البنات بورت اي وبورت اي كديجيتال يبقى اقول له ادكون 1 0 اكس 0 7 و 0 اكس 0 6، يبقى كل البورت اي والبورت اي هيبقوا ديجيتال. ده لو انا كنت محتاجهم في البرنامج. بعد كده هروح اعمل ايه؟ ال 7 سيجمنت متوصله على بورت بي، يبقى بورت بي لازم يبقى اوتبوت، يبقى اقول له تريس بي 0 بي كله زيروز، يبقى بورت بي كده كاوتبوت. اول حاجه هروح حاطط قيمه انيشال على بورت بي، هقول له بورت بي بيساوي سيجمنت 0، 0 دي يعني عنصر 0 في المصفوفه، عنصر 0 هنا ده اللي هو يعني ياخد اول عنصر، لان المصفوفه بتبدا من العد عندي من 0، فياخد اول عنصر في المصفوفه، اول عنصر ده هيروح يستدعى ويعوض مكانه مكان المصفوفه دي هنا، وبالتالي بورت بي هيطلع 0 اكس 3 اف، يروح عارض على 7 سيجمنت 0. طيب انا عايز ال 7 سيجمنت عندي تعد من 0 ل 9، يبقى اعمل فور لوب. هعمل ايه؟ فور لوب، ادي الاندلس لوب بتاعتي عايزه من 0 ل 9 وهكذا من 0 ل 9 وريبيت، يبقى اقول له 4، وطبعا هنا الكونديشنز عندي سبتها فاضيه عشان يعمل اندلس مين لوب. فتحت القوس هقول اول حاجه 4 بتاعتي من جوه هيعد من 0 ل 9، يبقى 4 كاونتر بيساوي 0، كاونتر اقل او يساوي 9 طبعا عشان 9 معايا، والكاونتر هي بلس بلس في كل مره. هقفل القوس بتاع مين ده؟ بتاع الفور اللي فوق، يبقى ده قفلت القوس بتاع الفور اللي فوق بتاعت الاندلس لوب. خلاص؟ هقول له بعد كده بورت بي بيساوي سيجمنت كاونتر، كاونتر هيبدا من كام؟ 0، يعني يروح المصفوفه واستدعى العنصر 0 فيها، هياخدها هيطلعها على بورت بي، يبقى بورت بي اول مره هيطلع 0 اكس 3 اف بما يكافئ عندي 0. طيب هعمل ديلي واحد ثانيه عشان يبقى في واحد ثانيه بين كل ديجيت والتاني، يبقى ديلي اندرسكول ملي سكند 1000 عشان اعمل ديلي، واقفل قوس 4. يبقى كده بعد كده الكاونتر هيبقى بلس بلس هيزيد واحد، هيبقى هنا كاونتر بواحد، سيجمنت واحد يعني يروح للعنصر التاني في المصفوفه، يعرض بما يكافئ واحد على 7 سيجمنت. طيب في واحد تاني مش عايز يبرمج بالطريقه دي، عايز جوه فور لوب يستخدم ايه؟ يستخدم الطريقه دي، هيقول له بورت بي بيساوي سيجمنت كاونتر. كاونتر هنا في البدايه كام؟ خلي بالك انا حاطط له انيشال بزيرو اهو، فاول برنامج يبقى ياخد زيرو ويستدعى المصفوفه العنصر زيرو فيها او عنصر واحد لو انت بتعد طبيعي، هطلع على بورت بي. طيب وبعدين اعمل ايه؟ هروح ازود مين؟ الكاونتر بمقدار واحد عشان المره الجايه. طيب هعمل ايه؟ هعمل ديلي هنا. طب وهكذا لغايه ما مين؟ خلي بالك الكاونتر هيزيد يعني هيتعدى 9، هيبقى كام؟ ممكن يبقى 10، فاجي قبل اعمل ديلي مباشره اقول له كاونتر لو ساوي 10 خلي الكاونتر زيرو. وطبعا هنا الكاونتر بلس بلس لازم يبقى بعد عرض القيمه. ليه؟ هنا هنوصل لكام؟ هنوصل ل 9، يبقى سيجمنت 9 يروح عرض 9، هيبقى عامل كاونتر بلس بلس هتبقى ب 10، تبقى ب 10. هتبقى ب 10 هيقول له لو الكاونتر يساوي 10 هيقول له ده يساوي 10، يبقى خليه بزيرو. اعمل ديلي واحد ثانيه يرجع تاني الكاونتر بقي بزيرو، يعرض العنصر زيرو يعيد نفسه تاني. طب لو كاونتر بلس بلس بقيت فوق بورت بي، فوق هنا الخطوه دي بقيت فوق هنا، ايه اللي يحصل؟ نفترض انه من الحاله اللي قبل كده كانت 9، يبقى هيروح يعرض ايه؟ 9. هيقول له اف كاونتر يساوي 10، لا طبعا، فهيعدي الخطوه دي، يعمل ديلي واحد ثانيه، ارجع تاني، خلي الكاونتر بلس بلس، لان الكاونتر بلس بلس هحطها فوق هنا، تبقى كام؟ 10. يقول له سيجمنت 10، واصلا عنصر 10 ده مش موجود في المصفوفه، هتلقى ممكن ال 7 سيجمنت تقف وقتها او يحصل فيه مشكله. تمام؟ يرجع هنا هيكون عرض الرقم خلاص، يقول له اف كاونتر يساوي 10، يقول له يقول له يخلي الكاونت 0، يعمل واحد ثانيه ويرجع تاني يخلي 0، يبقى كده في دروب. عشان كده بعد ما تعرض القيمه تعمل بلس بلس تحت، يبقى الخطوه دي ما ينفعش تبقى فوق، لازم تبقى تحت عشان اعرض الرقم 9 ينزل يزيد يبقى 10، اول ما يبقى 10 مباشره اصفره اخليه 0. تمام؟ طيب هروح دلوقتي للبروتوس ونشوف البرنامج بتاعنا اهو. بصوا كده بتعد من 0 1 2، طبعا الديلي 1 ثانيه عندي.
ادي 9، لاحظ كده هترجع تاني من زيرو اهي ريبيتد. طبعا انا ضغط ماستر كلير في اي وقت هنا بتصفر اهي 0 1 2، اصفرها اهي. الماستر كلير بيعمل ستوب، بيعيد البرنامج من اول. نروح للبرنامج التاني، نروح للبرنامج رقم 2 عندنا هنا اللي هو عايز ال 7 سيجمنت تعدي من 0 ل 9 باستخدام ستارت سويتش. طبعا ما تبداش يعد الا لما اضغط على ستارت سويتش. نفس التوصيل ما فيش مشكله بتاع 7 سيجمنت، توصيل مباشر. عندنا هنا سويتش، سويتش طبعا مقاومه بالاب اهي متوصله ب5، والسويتش ده متوصل بالارضي، والطرف اللي في النص ده هوصله على ايه؟ كام؟ على 4. الديفولت هنا هيبقى داخل كام؟ هيبقى اري 1. ديفولت السويتش هيبقى اري 1، لما اضغط يدخل 0. يبقى انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز 7 سيجمنت تعد من 0 ل 9، نفس الفكره هختار متغير. بعد كده هكتب المصفوفه بتاعتي، هقول له فويد مين، طبعا هخلي بورت اي واي ديجيتال كله، ال 7 سيجمنت متوصله على بورت بي يبقى اوتبوت. بعد كده انا هختار اي 4 كانبوت، يبقى اي 4 هنا هتروح للمايكرو كنترولر كانبوت، يبقى اقول له تريس اي دوت بي 4 بيساوي 1، يبقى اي 4 كانبوت. في البدايه هعرض قيمه انيشال على 7 سيجمنت، هروح اقول له سيجمنت 0 بيساوي بورت بي عشان يعرض قيمه انيشال اللي هي ب 0 على 7 سيجمنت. طبعا هو مش هيبدا عد الا لما اضغط على سويتش، يبقى اقول له كده اروح اسال على السويتش، اقول له واي البورت اي دوت بي 4 بيساوي سو 1 سيمي كولوم، يعني خليك واقف في الحته دي، يعني طول ما هو بيساوي 1 فعلا هنا انت من غير ما تضغط هو بيساوي 1، طول ما هو بيساوي 1 هنا يبقى انت مش ضاغط، طول ما انت مش ضاغط يبقى خليك واقف في الحته دي ما تروحش تنفذ البرنامج. تمام، ممكن دي اكتبها بطريقه ثانيه، اقول له واي البورت اي دوت بي 4 بس بدون كونتيشن، يعني من غير ما اكتب يساوي سو 1 مباشره. ليه؟ هو الديفولت هيبقى داخل كام هنا؟ داخل 1، فطول ما هو داخل 1 يعني قيمته ب1، خليك واقف في الحته دي. طب لما انت تضغط يبقى هل بيساوي 1؟ لا طبعا مش هيساوي 1 لما تضغط، لما تضغط هيساوي 0، يبقى الشرط ده مش متحقق. يروح سايب وايل وراح فين؟ يروح للكود بتاعي، انا عايزه ينفذ ايه في الكود؟ اندلس لوب، اندلس لوب اللي هو هيعد من 0 ل 9 اوتوماتيك، يعني هو ستارت وبعد كده يعد من 0 ل 9، يرجع يكرر نفسه من 0 ل 9 وهكذا. يبقى ادي الكاونتر عندي من 0 ل 9، وادي الكوس بتاع الاند الاسلوب، وادي مين هقول له بورت بي يساوي سيجمنت كاونت، واعمل ديلي 1 ثانيه واقفل الكوس بتاع 4 اللي جوه. تمام، طبعا تعال نشوف البروتس بتاعنا، ادي البروتس اهو، هنعمل رن. بصوا كده رن في البدايه هعرض على 7 سيجمنت كام؟ 0، دي الانيشال اللي انا عارضها اللي هي الانيشال اللي هنا دي اللي انا مديه انيشال اهي، الخطوه دي، الخطوه دي قبل ما اضغط على السويتش، خلي بالكم يبقى ديفولت قبل ما اضغط على السويتش هيبقى عارض 0، لما اضغط على السويتش هيبتدي يعد. تعال كده نشوف مع بعض، هضغط على السويتش اهو، عمل ايه؟ هيبتدي يعد 1 2 3 4 7 8 9، هيبدا من 0 تاني، 0 1 2. لما اضغط على الماستر كلير في اي وقت هيرجع تاني للديفولت 0، هيستنى مني اضغط على السويتش برضه لان انا عملت ستوب للبرنامج. يبقى اضغط تاني هيبتدي يعمل مين؟ يعمل ستارت من جديد. البرنامج التالت ان انا هستخدم الديكودر. يبقى انا عندي ستارت سويتش على اي 4 زي ما هو مفيش اختلاف، بس المره دي مش عامل توصيل مباشر ال 7 سيجمنت باستخدام المايكرو كنترول، لا في ديكودر في النص هنا. طبعا الديكودر زي ما انتم شايفين اهو، ده عمليا اهي، ودي المقاومات بتاعتي، وادي ال 7 سيجمنت، وده الترانزستور اللي انا هستخدمه. طبعا انا مستخدم هنا كومن انود، ويبقى الترانزستور المستخدم على الكومن انود هيبقى ايه؟ هيبقى بي ان بي، والليميتر بتاعه ب 5 فولت، وعلى البيز 1 كيلو متوصله بدي 0. وادي الديكودر بتاعي، الديكودر طبعا عشان كومن انود هيبقى 7447، ما تنساش المقاومات 330 اوم. الاي هوصلها بي سي 0، البي على سي 1، السي على سي 2، الدي على سي 3. ما تنساش لازم توصل بالترتيب ده من سي 0 سي 1 سي 2 سي 3 وهكذا، او ممكن بي 0 بي 1 بي 2 بي 3، اللي يهمني ان اول بن دي اللي هو ايه لازم توصل بي سي 0، البي تتوصل بي سي 1. لو انت هتغير التوصيل محتاج تغير الكود وهيبقى صعب عليك شويه. طبعا عندنا ستارت سويتش هنا وفي ستوب سويتش، ده المديول عمليا عندي. في البدايه ده الجدول عندي، الجدول هنا حلاوته ان انت مش محتاج مش محتاج تعرف الجدول اللي احنا شرحناه من شويه لما في حاله التوصيل المباشر، لا ده مباشره عندك فين اطراف الديكودر A B C D، فلما احط الاربعه زيروز يديني هنا على 7 سيجمنت 0، احط على الاربعه دول 1 0 0 0 يعني A اللي احطه 1 دي يكافئ ديسيمال 1 يطلع 1، 0 1 0 0 ده يكافئ 2
معناها ان بالديسيمال القيمه دي 2 يتعرض على 7 سيجمنت 2 وهكذا. فالقيمه اللي هتكتبها، كتبت 2 في البرنامج يطلع 2 على 7 سيجمنت، كتبت 3 يطلع 3، فهتلقى الكود سهل جدا. طيب يبقى انا عشان يبقى الموضوع سهل يبقى لازم الـ A توصل على الـ B0، الـ B على B1، الـ C على B2، الـ D على B3، أو قلنا إيه تبدأ بـ C0 C1 C2 C3 D0 D1 D2 D3 أيا كان، بس الـ A لازم تبقى على أول بن، الـ B على تاني بن وهكذا. طبعا ده المديول عمليا، وده مين الـ IC بأطرافه. فين الـ A هنا؟ الـ A دي اللي أنا بتكلم عليها اللي هي بن رقم 7 في الـ IC عملي. الـ B فين؟ بن رقم 1. الـ C فين؟ على بن 2. الدي فين؟ على بن 6. الجدول ده يصلح للكومن كاسود والكومن انود، يعني انا مش محتاج اتعامل مع ال 7 سيجمنت نوعها ايه، هي كومن انود ولا كومن كاسود، لا مباشره البرنامج واحد للاثنين اللي يختلف الهاردوير. ما تنساش مع الكومن كاسود بوصل 74 48 اي سي، مع الكومن انود 74 47. زي ما قلنا عايز اعرض 0 هكتب 0 مباشره، عايز اعرض 3 هكتب 3 مباشره، مش محتاج صعوبه في الكود. هنبدا برضو كاونتر بيساوي 0، ده نوع كاركتر انها عد من 0 ل 9. هالفويد من اهي. هبدا بعمل ايه دلوقتي؟ هعرف ان بورت A وبورت E كله ديجيتال، 7 سيجمنت متصله على بورت C. خلي بالك في البرنامج بتاعنا على بورت C، يبقى بورت C هعرفه كله كاوت، وهقول بورت C بيساوي 0 في البدايه. طول ما انا كتبت 0 كده هيتعرض على 7 سيجمنت 0 مباشره، بس خلي بالك ان 7 سيجمنت متوصل مع ترانزستور، مش هيتعرض على 7 سيجمنت 0 لما الترانزستور يبقى اون، الترانزستور بتاعي يبقى اون. طب الترانزستور ده البن بتاعته اسمها دي 0، يبقى لازم دي 0 اعرفها كاوبوت، يبقى الادريس دي دوت بي 0 بيساوي 0 عرفتها كاوبوت. كمان عندي ستارت سويتش يبقى اي 4 دي هعرفها كانبوت، يبقى تريس اي دوت بي 4 بيساوي 1 عرفتها كانبوت اهي. خلي بالك ان انت لو حطيت حتى على 7 سيجمنت هنا بورت سي ب 0، 7 سيجمنت قلنا مش هتعرض القيمه الا لما الترانزستور ده يشتغل، يعني الترانزستور ده لو ما شغلتوش حتى لو طلعت قيمه هنا من الديكودر مش هتتعرض على 7 سنت. طبعا انا عايز اعمل ايه؟ ستارت سويتش في الاول. ستارت سويتش الديفولت عندي بداخل كام؟ 1. فانا اجي اكتب له في البرنامج هوايل طول ما بورت A دوت بي 4 بيساوي سواء 1، طول ما قيمته ب 1 خليك واقف، سيمي كولم يعني خليك واقف، اعمل لوب في الحته دي لغايه امتى؟ لغايه ما انت تضغط على السويتش. لما تضغط على السويتش يروح داخل 0. لما يدخل 0 ايه اللي حصل؟ اول حاجه اروح اشغل الترانزستور. الترانزستور ده شغله ازاي؟ بي ان بي اتفقنا ان على البيس بتاعته يتحط 0. لما احط 0 يبقى الترانزستور ده يبقى شغال. يبقى انا حطيت 0 اهو، بورت دي دوت بي 0 بيساوي 0، وكده انا حطيت 0 على الترانزستور، يبقى انا كده شغلته. هعمل اندلس لوب، اندلس لوب اللي هي 4، هروح اعمل كاونتر من 0 ل 9، وبعد كده هقول له بورت سي بيساوي كاونتر مباشرة، يعني بورت سي بيساوي 0، بعد كده بورت سي بيساوي 1، بورت سي بيساوي 2 لغاية 9. لو لاحظت القيمة بعرضها مباشرة على بورت سي، مش محتاج ايه؟ مش محتاج مصفوفة استدعى منها القيم، خلاص مباشرة اللي هتكتبه في البرنامج هيطلع. كتبت 0 يطلع 0. هعمل ديلي واحد ثانية طبعا، وهقفل القوس بتاع 4 اللي جوه. قفلت القوس بتاع 4 اللي جوه. يبقى تاني انا كده هنا ترانزستور لازم اعرفه كاوبوت، وهستنى ضغطة السويتش. اول ما اضغط على السويتش هعمل ايه للترانزستور؟ اعمل له اون، بعد كده هدخل جوه اللوب اعد من 0 ل 9 وهكذا، من 0 ل 9 وهكذا. تعال نشوف البروتس عندي كده، هنشوف البروتس مع بعض هنا اهو. هنعمل ران، بص كده ران اهو، في قيم هنا يعني 0 0 0 0 المفروض يتعرض على 7 سيجمنت 0، لا مش هتعرض. ليه؟ لان الترانزستور عندي مفصول، مفصول يعني المفروض يبقى طالع كام ديفولت؟ بص كده هيبقى هنا طالع 5 فولت. طول ما هو طالع 5 فولت او لوجيك 1 يبقى كده مفصول، تمام؟ يبقى انا محتاج اعمل ايه عشان اشغله؟ هضغط على ستارت، الترانزستور طالع 0 هنا اهو، اشتغل وابتدى يعرض على 7 سيجمنت القيم، بيعمل اوتو كاونت طبعا اهو، بيعد من 0 ل 9 زي ما انتم شايفين، 5 6 7، هيعيد نفسه ويبدا من 0 تاني، 0 1 2 وهكذا، تمام؟ طبعا اللي انا عملته ايه؟ ان انا السويتش هنا ده عباره عن ستارت، بعدها شغلت الترانزستور، بعد كده عملت ايه؟ رحت عارض من 0 ل 9. طب تعال كده هنعمل تعديل صغير، نفس الكود مفيش اختلاف. ادي عندي الترانزستور اهو. الترانزستور هنا مباشرة هبتدي اشغله في البداية، يعني بعد ما اعمل تشيك للانبوت عندي ان انا عرفت ايه 4 كانبوت، هعرض على دي 0 بيساوي 0، يبقى الترانزستور هيبقى شغال. بس تعال كده انا مش هستنى ستارت سويتش، لا انا هخلي الكونديشن بتاع السويتش جوه الفور، جوه الاندلس لوب، وهعرض القيم دي.
يبقى السويتش اللي كان قبل الفور مباشرة هنخليه جوه الفور الاندل سلوب هنا، والفور كاونت اللي هو بورت سي بيساوي كاونت وديلي ملي سكند 1000 هتبقى جوه فور عادية. يبقى ايه المتوقع يحصل؟ تعال كده مع بعض نعمل تشيك هنا. بص معايا كده، الكاونت هيبدأ من زيرو، يبقى بورت سي بيساوي زيرو لغاية كام؟ 9. هيعرض من زيرو لتسعة، بس ده امتى؟ بعد ما اضغط على السويتش. بعد ضغطة على السويتش هيعد من زيرو لتسعة، يرجع تاني. هروح اعمل ايه؟ اندل سلوب، يرجع يكررها تاني. هيستنى عندي ضغطة السويتش المرة التانية، يبقى هو هيعد من زيرو لتسعة ويستنى ضغطة السويتش، يعد من زيرو لتسعة يستنى ضغطة السويتش. طب كده نقول دي اهو، ادي اللي هو عندي دي، هنعمل ران. بصوا كده في البداية عرض زيرو، تمام. هنضغط على السويتش، ركزوا معايا كده، هيبتدي يعد من كام؟ من واحد لتسعة. ستة، سبعة، تمانية، تسعة، يقف. ليه يقف؟ هيحتاج مني ضغطة السويتش المرة الجاية اهو، هيعدي من زيرو لتسعة برضو، تمام. بعد ما يخلص يقف عند تسعة، يستنى ضغطة السويتش، وهكذا. طيب ايه رأيكم نفس الكود بس المرة دي هو اللي هدخلها جوه فور اللي جوه دي، بورت سي بيساوي كاونت وديلي. انا خدت الكونديشن، خدت الكونت سوري، خدت الكونديشن اللي قبل فور مباشرة، وقلت بورت سي بيساوي كاونت وعملت ديلي واحد ثانية. هنا الكاونت بزيرو، في الحقيقة انا مش هيعرض على 7 سيجمنت لما اضغط على السويتش، وهيخلي الكاونت بزيرو، يبقى بورت سي بيساوي زيرو، استنى واحد ثانية. هيكون انت وقتها رفعت ايدك من على السويتش، يرجع تاني، خلي الكاونت بواحد، مش هيعرض القيمة على 7 سيجمنت لما تضغط على السويتش. يبقى دي كل ضغط عندك يعرض رقم، تعالوا نقولها جوه كده اهو، جوه هنا، جوه فور اهي، نعمل بيلت. تعال نروح للبروتس كده اهو، بصوا معايا كده، عرض زيرو في البداية اهو، اضغط وارفع ايدي هيعرض زيرو، ده اول ضغط. الضغطة التانية يعرض واحد اهو، الضغطة التالتة يعرض اتنين، الضغطة التالتة يعرض تلاتة، الضغطة الرابعة يعرض اربعة. طب نفترض ان انا ضغطت على طول، بصوا كده، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، يرجع تاني زيرو، لان انت ضغط على السويتش على طول. طب انا ليه اول ما بضغط على طول بيبتدي يعد على طول؟ لان هنا بيعمل تشيك للكونديشن ده، الاقي متحقق يروح عرض القيمه على 7 سيجمنت، استنى واحد ثانيه يرجع تاني، الاقي ضاغط يروح مزود ال 7 سيجمنت ويعمل ديلي وهكذا. طب انا عايزه يعد معايا في كل ضغطه، يعني في كل ضغطه، حتى لو انت ضغطت على السويتش، لو انت ضغطت على السويتش في طول الضغط ما يعدش الا عده واحده بس. يعني انا كده رفعت ايدي رحت ضاغط، يعد عد، حتى لو الضغطه دي طولت ما يعدش غير عد، يستنى انا ارفع ايدي واروح ضاغط تاني يعد العده اللي بعدها. اعملها ازاي؟ تعال مع بعض نشوف كده. اول حاجه ادي الفور عندي، ادي الكونديشن بتاع السويتش. اول حاجه لازم اشيل الامر بتاع الديلي، لان انا مش محتاج اعتمد على ديلي، لا ده انا محتاج اعتمد على ضغطه السويتش. يبقى اول حاجه اشيل الديلي في البرنامج. رقم اتنين هوقفه هنا جوه فور دي، اقول له طول ما انا مش ضاغط على السويتش، يعني هو داخل واحد، خليك واقف في الحته دي. بعد كده خد كاونت بيساوي زيرو، اقول له طول ما انت لما تضغط هيدخل زيرو، طول ما انا داخل زيرو معناها ان انا فاضل ضغط على السويتش، اعمل سيمي كولوم كده، يعني خليك واقف في الحته دي. تاني يبقى هستنى اضغط على السويتش، هو في الاول الديفولت داخل واحد، اقول له طول ما داخل واحد يبقى خليك واقف. اول ما يضغط هو هيروح داخل زيرو، داخل زيرو يبقى الكونديشن ده مش متحقق، يروح خلي ال 7 سيجمنت بكام؟ بزيرو، ده أول حالة. طيب السويتش المرة دي هيبقى داخل زيرو لأن أنت ضاغط عليه، فأقول له طول ما أنا ضاغط خليك واقف في الحتة دي، ما تعملش حاجة، خليك عارض آخر رقم. طيب أول ما ترفع إيدك، ترفع إيدك يبقى هنا بواحد، ما يبقاش بزيرو، الكونديشن ده ما يتحققش، يطلع تاني فوق. هيقول له طول ما أنت بواحد خليك مكانك لغاية ما يضغط على السويتش، لما يضغط على السويتش يبقى بزيرو، الكونديشن ده ما يتحققش، يزود الكاونت ده بواحد من المرة اللي فاتت، تبقى بورت سي بواحد. تعال ناخد الامر ده نعمله في البرنامج كده اهو، هناخد الامر ده ونشيل امر الديلي، طبعا انا هعمله كومنت كده و انتر، اقول له هنا في زيرو. تعال نعمل بلت كده، تعال كده نروح للبروتس عندي، بصوا كده زيرو في البدايه، انا ضغطت اول ضغطه رفعت ايدي اللي هي الحاله زيرو. طيب هضغط كمان ضغطه هيبقى واحد، بصوا كده ادي واحد،
وانا ما زلت ضاغط على السويتش اهو، ما زلت انا ضاغط هيعرض واحد مش هيغير قيمته. طب ارفع ايدي، لما ارفع ايدي برضو ما يغيرش قيمته، هيستنى لما انا اضغط المره الجايه، اضغط يبقى اتنين، ارفع ايدي ما يغيرش من قيمته، اضغط لو طولت في الضغط برضو مهما كان مش هيتغير قيمه، لان بتتغير في بدايه الضغط بس، في بدايه الضغط. بصوا كده بدايه الضغط. اتمنى تكون حلقه النهارده عجبتكم، ولو عندكم اي استفسارات سيبوها في التعليقات اسفل الفيديو، وما تنسوش تسمعوا الحلقه الخاصه بالتو 7 سيجمنت اللي هتقدم من 00 اللي هي 00 ل 99 باستخدام الديكودر. طبعا ان انا هوصل 2 7 سيجمنت مع بعض بديكودر واحد بالمايكرو كنترولر. ما تسمعوش تسمعوا الحلقه دي، مهمه في البرمجه وازاي اعمل انترفيس. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه عشان تتابعونا في كل الفيديوهات القادمه ان شاء الله. شكرا جزيلا.